ساكن نديرو فيها كلشي رانا دايرين في الشارع ماشي حنا كلشي الخضاره ديال المركب كلشي راهم دايرين في الشارع كنسترزقوا الله هنا شاركين 4 بين 4 الناس شاركين هنا كنسترزقوا الله الناس راه دايره في الشارع كاع الناس دايره في الشارع جينا هنا كنسترزقوا الله سي سيمانه ملي دار بينا شي كايب قال لنا غادي تحايدوا منا وكذا قالنا والله حتى تحايدوا المهم واحد النهار جينا عيطوا لي في الليل جيت جبرتهم قطع البيشه انا ماش كاشبيه شكا بخويا والصديق ديالي بهذا اسماعيل شكا بيهم المهم الصباح جا كذا قال غادي تحايدوا مني في الليل ملي كان يقلع البيشان سمو قال لهم والله تنحرقوا اللهم يحيي الناس تنحرقوا قال له تنحرقوا قال في الصباح وفي الصباح ملي جا حنا هنا مرونين قلبنا غادي يخرج فينا الكريديات مربجين كذا في الصباح ملي جي داخل ما هضرنا معاه ما تكلمنا ما عرفنا باش تبلينا سمو قال له اللي بغيتو وصلتو حبرات تعدوا نديروا شي كارثه الحافظ الله اللهم هذا من هذا خصو يتربى هذا ما جبرنا ما ندير اللي دار هذا خصو يتربى يتعاقب لا خصو الحبس هذا باش ما كان خصو الحبس اللي دار هذه الجريمه هذه راه جريمه هذه كارثه هذه راه ماشي اللي دار هذا الشيء هذا حرق الخضره النعمه ديال الله اللي عطاها الناس سيدي ربي دار هو وحرقها هذا خصو الاعدام هذا ما يبقاش فوق الارض في الفجر جينا عيطنا واحد الخضار قبل الفجر بشي 20 دقيقه ربع ساعه عيطنا واحد الخضار قالنا النار ناضت بو مره النار ماشي النار دابا نايضه بشويه بشويه ناضت بو مره عيط ليه هو تنجري جبرت الجيران سكان الجيران وكذا هما اللي طفاو ملي خلف قبل الفجر بشي 20 دقيقه ربع ساعه المهم هكا جبرتهم طفاو بقاو يجيبوا الماء من الديار وطفاو ومن فوق السطح ومن فوق السطح الشارع اللي احنا موجودين فيه السلطه هذه هذا الشارع اللي احنا موجودين فيه الخضاره ماشي الان ولا البارح ولا الامس هذه سنين وحنا كنتلوحوا في هذا الشوارع وصلنا لواحد الحل مع البلديه والبشويه باش غادي ندير حل للخضاره ولكن هذا الحل مازال ما خرجش للواقع كل مره كيوعدونا وكل مره كيقولوا لنا غادي نعدلوا هذا المركب وغادي نهدموا هذيك بلاصه البيطاري وغادي نديروا تما الخضاره هذا الخضار ما بغاش يدير قدام الساكن وما باغيش يدير في الشارع هذا الخضار ما بغاش يدير في الشارع ولكن هذا الشيء اللي كنتعرضوا له حنا ضده هذا الانسان اللي كيقوم بهذه العمليه كاين القانون المغربي الجنائي كيعاقب على الاحراق وحنا كنطالبوا بتحقيق بحضور الشرطه العلميه والشرطه والضابطه القضائيه تجي تحقق في هذه المسائل اللي قام بهذا الفعل هذا جرم خصو يتعاقب هذا يعني يكون مواطن مغربي حتى هو من السكينه تاع زيو الا كطالب بحقوق السكينه حتى هو راه كيطالب بحقوق السكينه حنا تفاهمنا مع هذه السكينه قلنا لهم غادي نبقاو هنا واحد الشهر ولا شهرين وبالحضور تاع السيد الباشا والسي بزعيط في البلديه والبلديه وعدتنا باش غادي تحل المشكل ولكن ما كاينش الحلول هذا هو حنا ما تولدناش في هذا الشارع ولا تزادينا فيه ولا تسبعنا فيه حنا الواقع اللي جابنا لهذا الشارع الواقع وحنا كنطالبوا من المسؤول السيد العامل وبوكيل العام يتدخل في هذه المساله يتدخل في هذه المساله ويحلوا هذا المشكل نتاع الخضاره يحلوا هذا المشكل نتاع الخضاره يحلوا في اقرب وقت راه غادي توقع شي كارثه هنا في هذا الزاي وكنحمل المسؤوليه للمجلس البلدي والبشويه لانهم هما اللي خصهم يديروا الحل للخضاره هما اللي خصهم يسرعوا بذاك الحل اللي اتفقنا عليه باش ما نبقاوش نتعرضوا لهذا الشيء يبقى يتقاتل مواطن مع مواطن الخضار يتقاتل مع الساكن حنا ما عرفناش شكون اللي شعل هذا النار ما غادي نقولوا لا فلان ولا علان نطالبوا برجال الامن هما اللي يحقوا هما اللي قدروا يعرفوا شكون اللي قام بهذا الشيء حنا ما نتهموا حتى شي واحد حتى شي واحد ما غادي نتهموه ولكن راه هددهم السيد اسمح لي جمال هذاك السيد اللي هدد الشرطه كاينه تحقق معاه انت ما تقول حتى شي واحد لا انا ما قلتش الشرطه هي اللي تحقق معاه حنا ما نتهموا حتى شي واحد حنا بغينا تحقيق نزيه ما نظلموا حتى شي انسان حنا تعرضنا للظلم ونمشيو نظلموا واحد اخر راه حتى هو مظلوم معنا حنا بغينا هاد الناس اللي مسؤولين يحلوا هذا المشكل بغينا يحلوا هذا المشكل يحلوه هذا الخضار اللي كيتعرض لكل الافات واش ديك المره ما تحرقش السوق واش ديك المره نعم سيدي ما هزولهمش واش ديك المره ما وقعش وقع خاصنا يتحل هذا المشكل يتحل في اقرب وقت هاد الناس دائما نبقاو نعيشوا هذه الحاله من الصباح وحنا
نشوفوا واش نديروا لهاد الدراري من الصباح. الله يحسن العون، راهم اربعه بهم ولا خمسه بهم هنا اللي كيتقاتلوا كيجيبوا ذاك القوت اليومي، القوت اليومي. علاش حنا ما غاديش هذا الليل نهيكلوا هذا المركب ونعدلوا هذاك الشيء اللي اتفقنا عليه ونهيكلوه ونديروا الخضاره تما ونحميوا الشوارع ونحميوا السكينه ونحميوا حتى المهني؟ الحوت يتباع في الشوارع، الخضره تتباع في الشوارع. حنا بغينا الحل، الحل. حنا بغينا الحل وبغينا هذا السيد اللي قام بهذا الجرم، هذا السيد اللي قام بهذا الجرم يتعاقب، لان كيعاقبوا القانون المغربي. هذا كيعاقبوا القانون المغربي ونطالبوا برجال الامن يحقوا في هذه المساله. وحنا كنطالبوا من السيد العامل يدخل في هذا الموضوع. واش جاوا رجال الامن ولا جاوا رجال الامن؟ ولكن شي حاجه ما شفناها، حتى شي حاجه ما شفناها. حنا دائما كنتحرقوا، ذيك المرة تحرق عبد الفتاح، إنسان تحرق عبد الفتاح، ذيك المرة تحرق السوق، هذه المرة تحرقوا هذه الخضارة، باقيين غير يضحيوا بينا هنا في وسط هذه الشوارع. وجدوا لنا حل يا صاحبي، حنا ما بغيناش نديروا قدام السكينة. وجدوا لهم حل للناس وعطيوا لهم فين يبيعوا ويشريوا ويسترزقوا الله، ونحلوا هذا الموضوع، يرتاح الساكن ويرتاح المهني وكل شيء غادي يبقى على خير وعلى خير. علاش دابا غادي تعاديوا هذا مع هذا؟ هذا كيشك فلان، هذا كيقول لك فلان، وهذا يقول فلان، يسمعوا يتقاتلوا. علاش؟ دفعوا المواطن على المواطن، علاش؟ هذا هما المسؤولين، هذو انا عندي مسؤولين فاشلين، لانهم داروا معنا واحد الحل ولكن ما نجزوه، ما نسجوه. هذا المركب ما نسجوا فيه حتى شي حاجه. متعرض ضياع، نهار السوق الحوت يتباع في الشوارع، وبدا دائما يتباع في الشوارع. ارواح محمد نزل للواقع، نزل للواقع. ارواح الا كتمثل هذه السكينه، ارواح نزل للواقع وحل هذه المشاكل تاع هذا هذا الناس. هذا منكر، اللهم انا هذا منكر. والسلام عليكم. واش طفات راسها ولا طفات؟ هذا النار طفاها السكينه، غادي تحرق السوق كامل. هذه السكينه اللي طفاها، هذو اللي كيسكنوا في نهار العماره اللي طفاها. النار ماشي بدات هي من تحت، النار هذه بليسانس. النار ماشي والو، كان النار جاو هادو عامدين عليها هادو. جابوا ليسانس، جابوا ليسانس وبريكاو الناس. انت شوف اسمع 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 سيدي، ما نقولوا لا ليسانس لا بريكا لا 16. إلا شفتهم وشفت هذاك اللي دار ليسانس قول فلان. ما النار شعلت، الشرطة تحقق، تجيب الجاني. الشرطة عندنا، عندنا الشرطة في البلاد. إذا بغات تحقق في هذه المسألة، والله غدا في 24 ساعة تيبان شكون هو. إذا كان الجدية وكان الصرامة، إذا كيهمهم المواطن المغربي وهذا اللي كيبيع هذا المنتوج المغربي. حنا ما عندناش السلعة السبنيولة هنا ولا عندنا شي منتوج هنا يا أجنبي. كنبيعوا البطيخ نتاع سيدي سليمان، الدلاح نتاع الصبرة، البرقوق نتاع هذا نتاع سيدي قاسم، غير كنبيعوا غير المنتوج تاع المغرب. ما عندنا شي حاجة هنايا، ما عندنا شي كوكايين ولا. أعطيوهم فين يبيعوا ويشريوا وصافي ويرتاح هذا السوق. 100 مرة وأنا نقول لكم هذا السوق يرتاح، مع أنني مريض وما قدرتش نصبر. ما قدرش نصبر، انا ضد هذا الشيء. هذا السيد اللي دار هذه العمليه انا ضده، والله واخا يكون ولدي. الله يعطيه المكونسي اللي شتا الكريه. الله يعطيه المرض الشنو كل امين. الله يعطيه المرض اللي ما يبراش منه، يبقى يدور في الطبه وما يلقاو له دواء. هذا اللي كيمارس العنف داخل خارج القانون انا ضده. الدولة اللي هي قادرة تحز هذا الخضار وتهز تهز هذا الشارع تهز، باش غادي دير انت عمل؟ شكون انت؟ واش دولة ولا شكون؟ هذا هو اللي غادي نقولوا. السلام عليكم.